طب شكل الدوري ايه يا حاج عامر؟ يعني اللي هم خلاص المفروض اعلنوا ان يوم 15 بدايه الدوري، الناس كلها عارفه ان في نص يوم 15 9 الدوري هيبدا. فالراجل رد بمنتهى يعني البراءه والاجابه اللي تجيب احباط اكتر، وقال لا لسه ما نعرفش والله شكل الدوري هيبقى عامل ازاي. طيب وسط كلامه قال لك اصل دوري كورونا هو اللي حطينا في الموقف ده. فاكرين احنا دوري كورونا والمفروض نلغي، الانديه كلها عايزه تلغي. طب دوري كورونا كمل ليه يا حاج عامر؟ كمل عشان مين؟ كمل عشان مين ساعتها؟ طيب وبعدين اذا كان رئيس لجنه المسابقات بتاعك ما عندهوش اي تصور ولا حلول ولا اجابات ولا حل لاي ازمات، طيب مين اللي هيبقى عنده الحلول والاجابات عن الاسئله دي؟ يقول لك اصل الاتحاد الافريقي استحدث بطوله دوري السوبر. طيب كان في البدايه لما كانت فكره بس، فكره السوبر الافريقي او دوري السوبر الافريقي كان فكره. فإيه اللي حصل؟ قال لك اللي هيشترك في دوري السوبر الإفريقي ما يلعبش في دوري أبطال إفريقيا. صح؟ طيب أنت عملت إيه؟ أنت خفت؟ خفت عشان ما تصطدمش بحد فما طبقتش ده.